عليكم كبيدة ديالي، السلام عليكم احلى متتبعين ديالي. شكرا لكم على كلامكم الزوين اللي نوضني وشجعني باش نوض ونصور تاني. صراحه كنت بنحط هذاك لا فيديو صافي وقلت لا بهضرتكم باش رجعت الامل ديالي ورجعت الوقفه، وقلت لا ما نبينش اللي بغى يحطموني بين لهم صافي، انه صافي بداكشي اللي داروا ليا غادي نهزم وما نبقاش نحط المتتبعين ديالي اللي هما عزاز وغاليين واغلى ما عندي. ما نحطت لهم جو دو فيديو بار جور، يعني الله يقدرني عليهم يا سيدي ربي. ونوصيكم البنات ديما الحاجه تاخذوها بتحدي، اي حاجه بغيتوا توصلوا لها في قرايتكم في خدمتكم في بيتكم في زواجكم تاخذوها بالتحدي، ان شاء الله غادي توصلوا لها وغتكسبوها. شكرا لكم على هضرتكم الزوينه اللي نوضتني، شكرا لجميع المدن جميع البلدان، تحيه الجزائر اسبانيا فرنسا ايطاليا سلطنه عمان مصريين توانسه كلشي كلشي، الله يكبر بكم، الله بوحدو اللي غادي يوقف معكم كي واقفين معايا. ما عرفتوش انهم بدعوي الانسان وبدعوي اللي كندير معكم، اي واحد ربي غادي يحقق لي داكشي اللي بغى. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، وقبل لاول مره كيتصادف مع القناه ديالي عفاكم البنات ما تنساونيش بالتشجيع بالدخول الاشتراك في القناه بالضغط على الزر تحت الاحمر صابوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم واحد الوصفه رائعه زياده الوزن. صراحه البنات هذه الوصفه يعني كي تنقول لكم اهم شيء في القناه ديالي تكون فيها المصداقيه باش نبقاو زوينين انا وياكم، يعني ما يتخص معايا حتى واحد فيكم، نبقاو زوينين وطوال العشره بيناتنا ياك البنات. المهم هاد الوصفه ماشي ديالي صراحه، متتبعه ديالي اللي اكتشفت القناه ديالي وتواصلت معها وهضرت معها في الانستغرام وقالت لي منين شافتني الوصفه اللي درت ديال النبك صيفطات لي وقالت لي شكرا فعلا انه تيوافقها، ولكن هي بواحد الطريقه اخرى قالت لي وكتقسم بالله، وانسان ما غاديش يقسم على هكاك، يعني هي اشنو طالعه يعني كتقسم بالله بهاد الوصفه. صراحه هاد الوصفه قالت لك هي عطاها ليها شي عشاب يعني كيجي العشوبه وداكشي وعطاها ليها، وقالت لك صراحه صدقات ليها وزادتها البنات صورو قالت لي تزادتها 10 كيلو في جوايه 13 يوم زادتها 10 كيلو، عطاتها لي قلت لها عافاك لما عطاها لي بالطريقه وهضرت معها. نتمنى يا ربي تفرج في لا فيديو وتكومونتي ليا. المهم ساره من اكادير تحيه ليها، قالت لك عطاها لها شي عشاب تما في اكادير في سوق الحد، قالت لك قال لها هي ضعيفه، قالت لك نحيله بزاف ما عندهاش الصدر ما عندهاش المؤخره، وقالت لي منين شفت النبق قالت لي صراحه النبك زوين زياده الوزن، ولكن هي كانت تخلطو مع مكون اخر. وقالت لي الا بغيتي هذه الوصفه وبارطاجيها مع البنات، قلت لها علاش لا، اهم شيء هاد البنات هو نعطيهم شي حاجه اللي طبيعيه غير مكلفه ويستافدوا منها، اهم شيء البنات هي تعطيكم النتيجه. عافاكم عاود ديروا نيتكم، راه نتوما راه كتحسوا الانسان راه كيحس بمصداقيه الوصفه وكيحس بلي كيتفلى واللي كيبقى يهز من هنا ومن هنا وكيهز لي كيدير بمكونات طبيعيه. بلا ما نطول عليكم البنات، مكونات الوصفه اللي قالت لي الاخت ساره، يعني كي قلت لكم وصفه ماشي ديالي انا، متتبعه عطاتها لكم الله يجازيها بخير، وبغيتكم كلكم تقول لها الله يجازيها بخير. اللي فرحتني فاش عطاتها لي حيت بغيت المتتبعين كلشي البنات توليو غلاضات ونتواصلوا في الانستغرام، واللي اللي بغى شي قنتي واللي عنده وتوريو من تصاوركم كي وليتي هيك البنات. المهم اهم مكون وهو الحلبه، عافاكم البنات الحلبه اللي بغى العسل كي تنقول لكم ديما صبروا القريص النحل. البنات بزاف تيقول لي الحلبه الريحه وداكشي، والله البنات ما كتبقى الريحه، راهي كتولي في الحلبه الدات ديالها كتولي في الحلبه، والله ما تتبقى شي ريحه. انا كنقول لكم البنات انا كنشرب الحلبه كل نهار، والله البنات ما كتبقى فيا الريحه وما عنديش شي ريحه، واخا كاع ما ندوش ولا ما نديرش لي ستيك ما كاين لا ريحه لا والو، ولكن الحلبه ما خصهاش تخطاكم حيت زوينه لكلشي. المهم اهم شيء البنات تاخذي الحلبه تنقيها في على يديك، ما تجيبهاش البنات عافاكم من دقوقه، تدقيها على يديك تغرب ليها مزيان وتنقيها تيكون فيها الحجر والعواد وطحنيها، طحنيها على يديك ما تجيبهاش ليا عافاكم مطحونه، راه ما تكونش دوريجين. ها هي بالنسبه المطحون ديال النبك ديجا شاركته معكم البنات عافاكم، اللي ما عرفش كي تيدار يرجع لفيديو اللي قبل اللي درتو ديال المعجزه ديال زياده الوزن والفتح الشهيه، هو هذا البنات راه ديجا بارطاجيتو معكم النبك. المكون الاخر البنات وهو دانيت، دانيت الشوكولات، بزاف ديال البنات تيقولوا لي ما تيبغيوش الشوكولات، اللي ما تيبيعوش دانيت ولا اللي ما عندهمش الجزائر قال لي ما عندهمش يقدر هاد دانيت، استعملوا شي نوع ديال الشوكولات تاع دانون
اولا يديروها في الشوكولات، شوكولات نوتيلا ولا شي مارك اخرى ماشي بالضبط نوتيلا، نوتيلا شويه غاليه، يديروا شي مارك تكون فيها شوكولا نوار، حيت الشوكولات نوار تتكون فيه السعرات الحراريه تتكون زايده، وحنايا محتاج للسعرات الحراريه اللي كتعطينا الطاقه في الجسم، اللي كتزيد لنا الدهون الجسم، كتزيد لنا الدهون في الصدر وفي المؤخره، وهذا الشيء حنا اللي بغينا البنات. المهم كناخذوا داني تاع الشوكولات، وزال البنات هذه الوصفه اصلا طبيعيه، وكتشكرها كتشكرها كتشكرها، قالت لك بسببها الحمد لله كان بيت دمر لها، قالت لك زواجها كان ترقي ويبقى راجلها ما عجبو حال. المهم البنات كتاخذ معلقه قالت لك الحلبه دانيت كامله، كتاخذ معلقه صغيره ديال الحلبه ومعلقه صغيره ديال النبق، وكتخلطهم تتخلطهم في هذاك دانون بلا ما ديروا شي زلافه، خلطوه هنا نفس هذا. كتاخذوا مع البنات اللي بغات تغلط دغيا، يعني في 14 يوم هي مع 13 يوم قالت لي عطاتها النتيجه، اللي بغات تغلط لها البنات دغيا تديرها يومين في تديرها يومين في النهار، يعني اش من يومين نديها جوج المرات في النهار، نديها حتى من بعد هذا حتى من وراء الفطور تشرب، تاخذ هكا دانون دانيت واحد، وحتى تبي تنعس ثاني وتاخذ واحد، اللي بغات واللي بغات بشويه عليها تغلاض على مده شهر كان جوغ يعني 20 جوغ، مهم تاخذها مره في النهار. المهم هي البنات قالت لي خدتها جوج ديال المرات في النهار، هذا الشيء اللي خدات. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي واش نديروا النبق بوحدو نبق، البنات انا اللي عليا انا الرساله وصلتها، يعني قالت لي هي قال لها العشاء دير مكونين، وصراحه درت مكونين البنات، راه كتعرفوا الحلبه كلها فوائد. صافي البنات تتخلطها كتاخذها تاخذها كي قلت لكم في الصباح، راه كنبين نعطيكم راه تنطول عليكم سمحوا لي، ولكن راه كنبين نعطيكم الحاجه بالتدقيق باش انكم ما ديروا لها كلها هكا، يعني ديروها كي نديروا الوصفه، يعني كي قلت لكم تاخذي وحده في الصباح ماشي على الريق البنات، راه الله ما عطاتكم على الريق، تتفطروا كلشي تتسالوا فطوركم وخذوا وحده، حيت غادي يجيكم الجوع من بعد باش تغداو ليا مزيان، وحتى تبي تنسي تاخذي وحده قالت لك كتنوضي الصباح بيتي تاكلي الحيوطه بالجوع، حيت البنات راه قلت لكم الفوائد ديال النبق الفاتح الشهيه زياده الوزن، وقالت لي هذه الوصفه كتكبر الصدر وكتكبر المؤخره، قالت لك ولات عندها لاطي وكتحلف ليا بالله، يعني البنات كي قلت لكم هي راه ما خسره والو، كتحلف بالله انها زادت ليها في المؤهلات وانت وهي، قالت لك ما كانش عندي صدر والله تزوجات قالت لك وتيعايروها ناسها وداك الشيء بانها ضعيفه، وقالت لك هذه الوصفه عطاها لها العشاب والحمد لله لقات عليها دايره. وفكرتني البنات قالت لي كان فيها حتى بومزوي، البنات قالت لي كان فيها حتى بومزوي، حيت هي دخلت كاع الوصفات ديالي بومزوي داكشي، وقالت لي كان فيها بومزوي والحمد لله هاد الوصفه وافقتها البومزوي وافقتها زياده الوزن ولات بخير وعلى خير. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم ويرقكم، والله يخليكم ليا وتتشجعوني باش انني نمسح دموعي ونوض مره اخرى لكم، الهلي خديتكم عليا فيديو جاي ان شاء الله. نتمنى تلايكيو هاد لا فيديو الى عجبكم، بارطاجيو لاكبر ناس عافاكم، لهلي خديكم عليا بسلامه فيديو جاي.